في الشياه. إنجاز جديد للبنان أضيف إلى سجل هذا البلد على يد البطل اللبناني لكمال الأجسام محمد بنوت، فهو حاز المركز الثاني في بطولة هارتفورد المسماة معركة الأبطال التي أقيمت في مدينة نيويورك الأمريكية، إشارة إلى أن البطل بنوت حل ثانيا على الرغم من تعادله مع الأمريكي خوان مورال الذي حل أولا بسبب قانون اللعبة، وهو يعطي من يلعب على أرضه الأفضلية. وبشهادة الحكام العالميين قدم بنوت أداء مميزا ليصل إلى المركز الثاني بعدما حصل الوزن المطلوب. وفي حديث إلى الصحافة الأمريكية أشار بنوت إلى أن البطولة كانت بمثابة بروفا لبطولة مستر أولمبيا التي ستتوج الموسم بالنسبة إلى لاعبي كمال الأجسام المحترفين. ومن المرجح أن يعود المحترف بنوت إلى بيروت خلال اليومين المقبلين للانتظام في معسكر لمدة شهر قبل العودة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في ثلاث بطولات عالمية.